اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده احنا موجودين في الامارات في دبي تحديدا عشان حضراتكم تحضروا معانا معرض جلف فود، اكبر معرض العالم المتخصصه في قطاع الصناعات الغذائيه. احنا دايما مصرين لازم حضراتكم تزوروا معانا المعارض الدوليه، لازم تشوفوا حجم المنافسه اللي بتواجهها الشركات المصرية. عندنا أكتر من 110 شركة متخصصة في قطاع الصناعات الغذائية بتشارك في معركة جلف فود. هي معركة حقيقية، معركة للاستحواذ على الأسواق العالمية. النهاردة هنقابل مع حضراتكم جدعان قطاعات الصناعات الغذائية، هم منتشرين في جميع أجنحة المعرض، لأن كل قطاع داخل قطاع الصناعات الغذائية موجود في جناح بمفرده، وبالتالي الشركات المصرية منتشرة في جميع الأجنحة. هنناقشهم في التحديات اللي بتواجه قطاع الصناعات الغذائية، هنناقشهم في كيفية مضاعفة قيمة صادراتنا من قطاع الصناعات الغذائية. احنا صدرنا بحوالي 4 مليارات و100 مليون دولار، ده في العام 2022، وبنخطط لزيادة قيمة صادراتنا حوالي 25%، يعني نتجاوز 5 مليار دولار. كل التوفيق لشركتنا المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية. خلي بال حضراتكم في حوالي 5000 شركة على مستوى العالم بتشارك في معرض جلف فود، في حوالي 250,000 زائر. عدد البائعين في أجنحة الشركات يتجاوز 38,000 بائع. دي أرقام حقيقية من داخل جلف فود. إذن المعركة ليست سهلة على الإطلاق. خليكم معانا في حلقات مهمة جدا من حلقات برنامج الجدعان.